خلال لوسي تي في معكم فاطمة زهرة الوحيدي موسيقى إعلامية بلادي حسين في أكادير إعلامية صحفية مهنية. كنشكر الاتحاد على هذا التكريم المعبر والرائع صراحة، التفاتة معبرة من طرف الاتحاد. وكنقول لكم بأن فاطمة زهرة الوحيدي كموسيقى إعلامية في الخدمة ديال الجسم الصحفي بجهة سوس مسا والجسم الصحفي الوطني بطبيعة الحال، فهذه المهمة هي مهمة ما نقدرش نقولوا صعبة وماشي سهلة، صعبة سهلة بطبيعة الحال، تنسيق بتعاون مع الجسم الصحفي السوسي، صحفيات والصحفيين. تحية كبيرة من هذا المنبر، كنبغي نحيي الصحفيات والصحفيين اللي كيقوموا بجهودات كبيرة أثناء تغطية المباريات الحسنية في أكادير، وأنا كنشكرهم على تفاعلهم الدائم معنا وعلى نقلهم للتغطية المباشرة وكذلك على كل ما يخص حسنية أكادير. وكنقول لكم فاطمة زهرة في الخدمة ديال الجسم الصحفي السوسي والوطني بصفة عامة، تحية لكم وكل عام والمرأة المغربية بألف خير. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.